بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المعجزة الكبرى. كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية عند المرور السريع على مسألة الناسخ والمنسوخ المزعومة، وبينا كيف أنها مسألة لا تحمل لكتاب الله سبحانه وتعالى إلا الإساءة من جهة، وكيف أنها ناتجة عن الفهم الخاطئ للدلالات التي يحملها كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ناتج عن جعل الموروث والروايات والقيل والقال حجة على دلالات كتاب الله سبحانه وتعالى. أريد أن أبدأ هذه الحلقة اليوم بالحديث عن مصطلح من المصطلحات القرآنية. هناك كثير من المصطلحات القرآنية التي تتعلق بنا وبأهل الكتاب، للأسف لم يتم وضع حدود للدلالات التي تحملها بشكل صحيح في كتاب الله سبحانه وتعالى. من هذه المصطلحات مصطلح الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. يعني نحن عندنا كثير مصطلحات، عندنا الذين أوتوا الكتاب، عندنا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، عندنا أهل الكتاب، عندنا اليهود، عندنا الذين هادوا، عندنا النصارى الذين قالوا إن نصارى، مصطلحات كثيرة، كل مصطلح له خصوصية من المعنى والدلالات. مصطلح الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني الذين خرجوا عن الحق في الرسالات الثلاث. يعني مصطلح الذين أوتوا الكتاب يعني الرسالات الثلاث، إلا إن كان هناك تخصيص في بعض العبارات القرآنية أو في بعض النصوص القرآنية. في إطاره العام مصطلح الذين أوتوا الكتاب يعني الرسالات الثلاث، إلا إن كان هناك تخصيص في بعض النصوص القرآنية. مصطلح الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني الذين خرجوا عن الحق في الرسالات الثلاث، الذين خالفوا مراد الرسالات الثلاث، هذا بإطاره العام. لينظر إلى الآيات الكريمة التالية والحاملة لهذا المصطلح، لنرى عظمة التصوير القرآني، كيف أنها كاملة في المعنى والدلالات، وبالتالي كاملة في معيار معجزة العدد 19 في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. القيمة العادية تساوي 892. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. القيمة العادية تساوي 384. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، تساوي 548. المجموع 1824 وتساوي 19 ضرب 96. إذا مسألة كاملة في المعنى والدلالات، طبيعي أن تكون مسألة كاملة في القيم العددية. الآن لو أخذنا هذا المصطلح وحده، الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لرأيناه وحده عبارة عن مسألة كاملة، وهو في الفعل مسألة كاملة، لأنه يصور كما قلنا الذين خرجوا على الحق في الرسالات الثلاث. لذلك القيمة العادية لقوله تعالى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب تساوي 133 تساوي 19 ضرب 7. هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وخرجوا عن الحق الذي تحمله الرسالات السماوية، من جملة ما خرجوا به عن الحق هو قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يعني قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ما هو السبب؟ ما هو سبب إعراضهم؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم، في دينهم وليس في دين الله، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إذن القول بالخروج من النار هو افتراء على منهج الله سبحانه وتعالى. ونحن عندنا في القرآن الكريم لا توجد إشارة واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى للخروج من النار، يعني الذي يدخل النار لا يخرج من النار مهما كان.
هناك من يقول هناك عندنا الكثير من الروايات. نقول الروايات ليست حجة على كتاب الله سبحانه وتعالى. المنطق والعقل والمخافة من الله سبحانه وتعالى والمنهج العلمي الصحيح السليم في النظر إلى الروايات وفي قراءة الروايات هو أن توضع في ميزان النص القرآني. يعني ليس المشكلة في النص القرآني، المشكلة بالتأكيد في الروايات. إن حدث هناك تصادم، المعيار هو كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن القول بالخروج من النار هو أصلاً أكذوبة كذبها اليهود على الله سبحانه وتعالى. وللأسف عدنا فلبسنا هذه القضية على دين الله سبحانه وتعالى. لننظر إلى المسألة الكاملة التالية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف أنها تصور هذه القضية وتبين أن هذه القضية عبارة عن أكذوبة، وكيف أن هذه المسألة الكاملة هي كاملة في معيار معجزة العدد 19 في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. القيم العددية تساوي 1291. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تساوي 951، المجموع يساوي 2242 يساوي 19 ضرب 118. وقبل أن يقول قائل لماذا أدخلتم قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، لماذا أدخلتم هذه الآية في هذه المسألة الكاملة؟ نقول حتى لو أخرجنا هذه الآية من هذه المسألة تبقى كاملة. لماذا؟ لأن هذه الآية وحدها مسألة كاملة. يعني قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن أكذوبة كذبها اليهود على الله سبحانه وتعالى، كيف تصبح هذه الأكذوبة جزءا من عقيدتنا؟ أنا فقط أود أن أسأل هذا السؤال: أليس الخروج من النار أكذوبة كذبها اليهود على الله سبحانه وتعالى؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني أيام ونخرج، يعني يوجد خروج من النار. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ما قال منكم، الخطاب لكل الناس ليس فقط لليهود، بلى من كسب سيئة، ما قال منكم أو منهم، وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني من رجحت سيئاته على حسناته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويتحدث عنا نحن، يقول يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ما هو سبب الإعراض؟ ما هو سبب الخروج على الحق؟ ما هو السبب الذي جعل من يقول هذه المقولة يتصف بقوله تعالى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إذن القول بالخروج من النار هو غرور، وغرهم في دينهم، لم يقل في دين الله. إذن هو غرور في الدين وهو افتراء على الله سبحانه وتعالى. إذن أكذوبة كذبها اليهود على الله سبحانه وتعالى هي أكذوبة الخروج من النار. للأسف تم تحويل هذه الأكذوبة التي هي عند اليهود إلى جزء من عقيدتنا. الآن لو نظرنا في هذه المسألة الكاملة وإلى جوهر هذه الأكذوبة عند اليهود وعندنا، لرأينا عبارتين تصوران هذا الجوهر. ماذا قال اليهود؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. عندنا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذا هو جوهر الأكذوبة التي للأسف تم افتراؤها على منهج الله سبحانه وتعالى. هاتان العبارتان القرآنيتان تصوران هذا الجوهر عند اليهود وعندنا. إذن هما، يعني هاتين العبارتين، عبارة عن مسألة كاملة. لذلك هذه المسألة كاملة بالتأكيد هي كاملة في معيار معجزة العدد 19 في القرآن الكريم. يقول تعالى
لن تمسنا النار إلا أياما معدودة تساوي 131، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة تساوي 135، المجموع يساوي 266 تساوي 16 ضرب 14. إذن الخروج من النار أكذوبة كذبها اليهود على الله سبحانه وتعالى، وللأسف تم تحويل هذه الأكذوبة إلى جزء من عقيدتنا. عندما تم تلفيق هذه الأكذوبة على منهج الله سبحانه وتعالى في الرسالة الخاتمة، راحوا يبحثون عن مجموعة آيات ربما تسعفهم فيما يذهبون إليه، فاحتجوا مثلا بالاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء الله في سورة الأنعام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، واحتجوا أيضا بقوله إلا ما شاء ربك في سورة هود حيث ترد هذه العبارة مرتين كما سنرى، مرة عن أهل النار ومرة عن أهل الجنة. يقول سبحانه وتعالى في سورة هود فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مشدود. إذن ما هي كلمة إلا في هذه الآيات الكريمة؟ قبل أن ندخل في الموضوع نقول لهم لو كانت إلا ما شاء ربك تعني استثناء للخروج من النار عند أهل النار لكانت استثناء للخروج من الجنة عند أهل الجنة، ما يترد في ذات الصياغة تقريبا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، هذه لأهل النار. يقول أيضا لأهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مشدود، هذه لأهل الجنة. ما هي هنا إلا ما شاء ربك وهنا إلا ما شاء ربك؟ لماذا إلا ما شاء ربك هي استثناء للخروج من النار عند أهل النار وليست كذلك عند أهل الجنة؟ لأن هي في الأصل لا تعني هذا المعنى الذي ذهبوا إليه. ماذا تعني إلا ما شاء ربك في هذه الآيات الكريمة؟ أنا لا أريد أن أتوسع كثيرا في هذه القضية، أنا في كتبي كتبت عشرات الصفحات عن هذه القضية، ولكن أود أن أقول باختصار شديد، تعني خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني خلودا لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني حيثيات الخلود في سماء الآخرة وأرض الآخرة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هنا الحديث عن الآخرة، حيثيات الخلود ليست مستمدة لا من سماء الآخرة ولا من أرض الآخرة ولا من أهل النار ولا من أهل الجنة، هي مستمدة من قدرة الله سبحانه وتعالى. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني خلودا لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا تفهم العبارة القرآنية إلا بهذا الشكل، لأن لو قلنا إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد هي استثناء للخروج لخروج بعض أهل النار من النار، ماذا نفعل في الآية التالية لها مباشرة عن أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مشدود؟ إذن هذا ليس استثناء، هذا تأكيد على أن الخلود في الآخرة هو يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الخلود لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن هذا الخلود ليس مستمدا لا من حيثيات النار ولا من حيثيات الجنة ولا من حيثيات البشر هنا ولا من حيثيات البشر هنا، مستمد من قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني خالدين فيها خلودا هذا الخلود لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه العبارة إلا ما شاء ربك لا تسعفهم فيما يذهبون إليه. وأنا قبل أن أخرج إلى فاصل أود أن أبين قضية، نحن عندما عرفنا الإرادة والمشيئة قلنا المشيئة تساوي إرادة زائد تفاعل مع الأسباب، المشيئة تساوي إرادة زائد تفاعل مع الأسباب. هذا التعريف المشيئة نراه مجسدا بين أيدينا في هذه العبارات القرآنية، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال، يعني فعل يعني أسباب لما يريد، يعني إرادة. إذن المشيئة التي اقتضت هذا الخلود في الآخرة هي لا تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، يعني ليست مستمدة من حيثيات
الجنة ولا من حيثيات النار كما بينا. نخرج إلى فاصل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونعود بعد الفاصل لندخل في حيثيات الصياغة اللغوية لهذه الآيات الكريمة، لنرى كيف أن الزعم بالخروج من النار هو أكذوبة كبرى، هو أكذوبة كبرى. أول من افترى هذه الأكذوبة على الله سبحانه وتعالى هم اليهود، كما يبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وكيف تم تحويل هذه الأكذوبة الكبرى إلى جزء من عقيدتنا نتيجة الركض وراء الموروث، نتيجة تقديس القال والقيل. لو تم التدبر الصحيح السليم في كتاب الله سبحانه وتعالى لتم وضع حد لكل ذلك منذ القرون الأولى. نخرج إلى فاصل ونعود بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن وقفنا قبل الفاصل عند قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقلنا هذه الجمل القرآنية تؤكد بأن الخلود في النار لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني لا يستمد حيثيات وجوده إلا من الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا العبارة الخاصة بأهل الجنة في الآية التالية مباشرة في سورة هود، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، تعني ذات المعنى. إذن هاتان العبارتان، العبارة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، تتكامل في وصف هذه القضية مع العبارة عند أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، يعني تتكاملان في وصف هذه الحقيقة التي نحن بصدد شرحها الآن. بالتأكيد هذا التكامل في المعنى والدلالات ينعكس تكاملا في القيم العددية للحروف المكونة لهاتين العبارتين القرآنيتين. فقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد تساوي 350 القيمة العددية. قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود تساوي 391، المجموع 741 تساوي 19 ضرب 39. إذن العبارات القرآنية لا تحمل ما يذهبون إليه، بالعكس تحمل عكس ما يذهبون إليه. يعني كيف؟ لو أخذنا العبارة القرآنية الخاصة بأهل النار والتي هي موضوع البحث، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، لو أخذنا هذه العبارة القرآنية مع العبارات القرآنية التي تؤكد أن الدخول في جهنم يكون دخولا خالدا لمن يدخل في جهنم، يعني سنأخذ هذه العبارة القرآنية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد مع العبارات القرآنية في كامل كتاب الله سبحانه وتعالى التي تؤكد أن الدخول لا يكون إلا خلودا في جهنم. لو أخذنا هذه العبارة مع تلك العبارات بالتأكيد نحن أمام مسألة كاملة، كاملة في المعنى والدلالات تؤكد صحة ما نذهب إليه بأن من دخل النار لا يخرج من النار، وبالتالي هي كاملة في القيم العددية، بمعنى أن مجموع القيم العددية الحروف المكونة لهذه المسألة الكاملة مجتمعة هو من مضافات تام العدد 19 دون زيادة أو نقصان. يقول تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد تساوي 350، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين تساوي 323 تساوي 16 في 17، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تساوي 330، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين يساوي 308، المجموع يساوي 1311 ويساوي 19 ضرب 69. آيات كتاب الله سبحانه وتعالى متكاملة متعاضدة في تصوير هذه الأحكام،
يعني نحن في هذا البرنامج في صدد عرض المعجزة العددية، لكن لو أردنا أن نشرح القضية لا يوجد إشارة في كتاب الله سبحانه وتعالى الخروج من النار. هناك عشرات الآيات تؤكد أن من دخل النار لا يخرج من النار. الآن لو أخذنا عبارة قرآنية وهي قوله سبحانه وتعالى أفأنت تنقذ من في النار، يعني هل تستطيع يا محمد أن تخرج واحدا من النار؟ يعني واحد دخل النار هل تستطيع أن تخرجه من النار؟ هكذا تقول هذه العبارة. إذن لا يوجد من ينقذ من يدخل إلى النار. أفأنت تنقذ من في النار؟ لو أخذنا هذه العبارة القرآنية مع مجموع العبارات في كتاب الله سبحانه وتعالى على كامل مساحة كتاب الله سبحانه وتعالى، واللي تؤكد أن أهل النار يريدون أن يخرجوا من النار لكنهم لا يستطيعون الخروج من هذا النار. يعني أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني حتى لو كانت عندك إرادة لإخراج بعض الذين دخلوا إلى النار من النار لا تستطيع أن تنقذهم. هذه العبارة القرآنية تتكامل مع العبارات القرآنية على مساحة كتاب الله سبحانه وتعالى، ولتؤكد أن أهل النار يريدون الخروج من النار لكنهم لا يستطيعون الخروج من هذه النار. يقول سبحانه وتعالى أفأنت تنقذ من في النار؟ تساوي 115. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، تساوي 315. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، تساوي 368. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، تساوي 456. المجموع يساوي 1254، تساوي 19 ضرب 66. آيات كتاب الله سبحانه وتعالى تتكامل تتعاضد في هذه القضية. هنا في هذا السياق اسمحوا لي أن أخرج قليلا عن موضوع المعجزة العددية لأشرح مسألة هامة جدا لها علاقة بما نحن بصدد شرعه، وهي قضية الإرادة والمشيئة. أيضا وللأسف خلال التاريخ تم تعريف الإرادة والمشيئة في الموروث تعريفا ليس سليما. باختصار شديد الإرادة هي القصد والهدف والغاية، المشيئة هي تحويل هذا القصد والهدف والغاية إلى واقع حسي متشيئ، إلى مادة على الأرض. إذن المشيئة تساوي إرادة زائد التفاعل مع الأسباب. لو نظرنا إلى عظمة الصياغة القرآنية لغويا لرأينا أن أهل النار في الآخرة لهم إرادة ولا توجد لهم مشيئة. أهل النار لهم إرادة ولا توجد لهم مشيئة، لماذا؟ أهل النار عندما اؤتمنوا على الأسباب في حياتهم الدنيا لم يأخذوا بها في السبيل الذي يريده الله سبحانه وتعالى، فنزعت الأسباب من بين أيديهم. يعني هم يريدون يتمنون لكن الأسباب لا تعمل بين أيديهم، إذن إرادتهم تبقى إرادة لا ترتفع إلى مستوى المشيئة. يعني الأسباب لا تعمل بين أيديهم، إذا الإرادة تبقى إرادة، هم يريدون أن يخرجوا من النار لأن هذه الإرادة تبقى مجرد إرادة. لماذا؟ لأن الأسباب لا تعمل بين أيديهم. تكمن عظمة الصياغة القرآنية بأنه لم يوصف أهل النار في كتاب الله سبحانه وتعالى بأنه لهم مشيئة، دائما يوصفهم الله تعالى بأن لهم إرادة فقط دون المشيئة. وهذه هي الآيات الكريمة التي تصف هذه الحالة. يقول تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، هذه في المائدة. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، هذه في الحج. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذه في السجدة. إذن إرادتهم لا ترتفع إلى مستوى المشيئة، بينما أهل الجنة بمجرد ما خطر ببالهم شيء وأرادوه يتحقق دون العمل بالأسباب. بمعنى أن إرادتهم هي دائما مشيئة، إرادتهم هي دائما مشيئة، لأنه بمجرد ما خطر ببالهم شيء وأرادوا هذا الشيء بمعنى تمنوه يتحقق دون بذل أي جهد في الأسباب. إذن إرادتهم هي دائما مشيئة. وهذه هي الآيات الكريمة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تصف أهل الجنة بأن لهم مشيئة. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، هذه في النحل. لهم فيها ما يشاءون خالدين، هذه في الفرقان. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين في الزمر.
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء في الزمر أيضا. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير في الشورى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد في سورة قاف. يعني انظر إلى عظمة الصياغة اللغوية. أعود فأقول كل الأبعاد الإعجازية في كتاب الله سبحانه وتعالى تتكامل، سواء المعجزة اللغوية أم المعجزة العددية أم المعجزة العلمية أو أي بعد إعجازي، كل الأبعاد الإعجازية هي متكاملة في تصوير عظمة النص القرآني. ولذلك نحن قلنا المعجزة العددية لا تكون نظرية شاملة يحملها كتاب الله سبحانه وتعالى إلا إن استثمرت في تفسير النص القرآني، إلا إن حملها النص القرآني في كل حرف من حروفه. يعني أيضا لطيفة، يعني لو أن الله تعالى جعل لأهل النار مشيئة كان من الممكن أن يخرجوا من النار. لو أن الله سبحانه وتعالى جعل لأهل النار مشيئة في الآخرة كان من الممكن أن يخرجوا من النار. لماذا؟ لأن الأسباب حين ذلك في هذه الحالة المفترضة ستعمل بين أيديهم. لكن عظمة النص القرآني أن أهل النار لم توصف لهم مشيئة في الآخرة، وأن أهل الجنة إرادتهم هي دائم مشيئة، يعني هم في مشيئة دائمة. الآيات الكريمة التي تصور هذه الحقيقة أنه لا خروج من النار هي كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا يقول سبحانه وتعالى عن أهل الجنة وما هم منها بمخرجين، يعني أهل الجنة لا يخرجون من الجنة. ويقول عن أهل النار وما هم عنها بغائبين. أهل الجنة وما هم منها بمخرجين، أهل النار وما هم عنها بغائبين. توازن كامل بين العبارتين. يعني كما أن أهل الجنة لا يخرجون من الجنة كذلك أهل النار لا يغيبون عن النار. وما هم عنها بغائبين، هذه العبارة القرآنية يعني ماذا قال عنها بغائبين؟ فيها من البيان ما هو كبير. يعني هم ليسوا فقط موجودين في النار، إنما لا يغيبون عن عذابها. وما هم منها بمخرجين وما هم عنها بغائبين. هذا التوازن في المعنى والدلالات ينعكس توازنا في القيم العددية بين قوله تعالى وما هم منها بمخرجين وبين قوله تعالى وما هم عنها بغائبين. وما هم منها بمخرجين القيمة العددية تساوي 105، وما هم عنها بغائبين تساوي أيضا 105. هناك من راح يبحث عن نصوص قرآنية تسعفه في القول بالخروج من النار، فذهبوا إلى قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وقالوا انظروا لابثين فيها أحقابا، هناك أحقاب محددة من الزمن سيتم اللبث فيها ثم الخروج. يعني ذهبوا إلى هذه الآية الكريمة لكي تسعفهم فيما يذهبون إليه. أولا هذه الآية الكريمة تتحدث عن كل أهل النار. هذه الآية الكريمة تتحدث عن كل أهل النار وليس عن جزء من أهل النار كما يذهبون. يعني هم لو قالوا أهل النار كلهم سيخرجون من النار لكنا تحدثنا معهم بطريقة أخرى. هو المقولة هذه ليست صحيحة، من دخل النار لا يخرج من النار. لكن هم ماذا قالوا؟ قالوا نحن سنخرج من النار والآخرون لا يخرجون من النار. هذه الآية، هذه العبارة القرآنية لابثين فيها أحقابا تتحدث عن الجميع، هذا أولا. ثانيا لو كان كلامهم صحيحا لكانت هذه العبارة القرآنية على الشكل التالي، لقال الله تعالى لابثين أحقابا فيها، ما قال لابثين فيها أحقابا. يعني قوله تعالى لابثين فيها يعني بمعنى أنهم خالدون فيها. ما هي ماهية هذا اللبث؟ أحقابا. لابثين فيها انتهى اللبث، أحقابا تعبر عن ماهية هذا اللبث. أما لو قال لابثين أحقابا نقول نعم هم سيلبثون أحقابا، أين؟ فيها. يعني الصياغة اللغوية منذ البداية لا تسعفهم فيما يذهبون إليه. ماذا يعني قول الله تعالى لابثين فيها أحقابا؟ قول الله سبحانه وتعالى يعني أنهم كلما دخلوا في لون، في حقب، في لون جديد من ألوان العذاب، قبل نهاية هذا اللون من ألوان العذاب تتجه إرادتهم، تتجه غايتهم، يتجه قصدهم للخروج من النار.
يعني يعتقدون أنهم بنهاية هذا الحق من العذاب سيخرجون من النار، لكن مجرد ما خرجوا من هذا اللون من العذاب يجدون أنفسهم داخلين في لون جديد آخر من ألوان العذاب في جهنم. أيضا في هذا اللون الجديد عندما يشارف هذا اللون على الانتهاء يحسبون يتمنون تتجه إرادتهم أنهم بنهاية هذا اللون من العذاب سيخرجون من النار. بمجرد انتهاء هذا اللون من العذاب يجدون أنفسهم داخلين في لون جديد وهكذا. إذن لابثين فيها أحقابا تتعلق بقوله تعالى وما هم عنها بغائبين. لابثين فيها أحقابا تتعلق بقوله تعالى وما هم عنها بغائبين. إذن لو أخذنا العبارة القرآنية لابثين فيها أحقابا مع وما هم عنها بغائبين مع الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين لنا أنه كلما اتجهت إرادتهم للخروج من النار يدخلون فيها، يعني نلاحظ في ذات الإطار من المعنى والدلالات نحن فسرنا لابثين فيها أحقابا أنه كلما اتجهت إرادتهم للخروج من النار يجدون أنفسهم في لون جديد من ألوان العذاب. لو أخذنا مع قوله تعالى لابثين فيها أحقابا مع العبارات التي تصور هذا المعنى مع قوله تعالى وما هم عنها بغائبين لرأينا أنفسنا أمام مسألة كاملة في المعنى والدلالات، وبالتالي كاملة في معيار موجز العدد 19 في القرآن الكريم. يقول تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق تساوي 368. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون تساوي 456. لابثين فيها أحقاب تساوي 116 وما هم عنها بغائبين تساوي 105. المجموع 1045 تساوي 19 ضرب 55. إذن آيات كتاب الله سبحانه وتعالى متكاملة متعاضدة، لا يوجد بينها تناقض، لا يوجد بينها اختلاف، يعني لا يمكن أن يكون هناك خروج من النار مع وجود هذه الآيات الواضحة الصريحة البينة وضوح الشمس وسط النهار. لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنه تم ترجيح الرواية على الآية، المشكلة أنه تم ترجيح الموروث على كتاب الله سبحانه وتعالى، المشكلة أننا بحاجة إلى إرادة صادقة أن نتجرد أن نخلع نعلينا لدخول الوادي المقدس من الدلالات والمعاني الذي يحمله كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نخلع كل التصورات السلبية التي تدفعنا للإعراض عن دلالات كتاب الله سبحانه وتعالى موافقة لعصبية مذهبية أو طائفية، أو أن نخلع كل ما يدفعنا لتبني قضية نتوهمها في كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا موافقة لعصبية مذهبية أو طائفية. كتاب الله سبحانه وتعالى هو المعيار، ونحن علينا أن نجعل من تصوراتنا ومن فكرنا تابعا لما يحمله كتاب الله سبحانه وتعالى. نخرج إلى فاصل ونعود بإذن الله تعالى. هناك من ذهب إلى قوله سبحانه وتعالى وأن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، استشهد بهذه العبارة القرآنية على الخروج من النار. أولا هذا الاستشهاد ليس بمكانه على الإطلاق من عدة جوانب. أولا الورود لا يعني الدخول، الورود إلى الشيء يعني الحضور إلى الشيء ولا يعني الدخول في هذا الشيء. وأكبر دليل على ذلك هو قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ولما ورد ماء مدين يعني حضر إلى ماء مدين، وقوله تعالى فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة يعني لم يدخل في الماء إنما حضر إلى الماء. الورود إلى الأمر إلى الشيء لا يعني الدخول فيه، هذا أولا. ثانيا ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يقول وإن منكم إلا واردها، يعني ما فيش ولا واحد إلا
سيحضر إلى هذه الحالة التي سنبينها بعد قليل والتي هي الصراط. وإن منكم أليس النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أليس معنيا بهذه الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها؟ بالتأكيد هو معني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هنا يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هل أنا أسألهم هل ستدخلون النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهنم ثم تخرجونه من جهنم فقط لتوافقوا مجموعة من الروايات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان والتي لفقتموها عليه صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو هذه القضية الثانية. أيضا لنظرنا في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لرأينا هذه العبارة هذه الآية الكريمة تأتي ضمن نسق سياق قرآني ترد فيه كلمة جثية مرتين في كتاب الله سبحانه وتعالى. لنقرأ هذه الآيات الكريمة. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن ونذر الظالمين فيها جثية، ما هي الحالة؟ هي حول جهنم جثية. يعني كلمة جثية في كتاب الله سبحانه وتعالى ترد في هذا النص، ترد مرتين فيها وفي هذا النص. إذن ونذر الظالمين فيها جثية ليس يعني في جهنم وإنما في الحالة التي هي حول جهنم جثية، وهذا ما يتأكد بقوله سبحانه وتعالى حول جهنم جثية. وهنا ماذا يقول؟ ونذر الظالمين فيها جثية. الآن لو أخذنا الآيتين الكلمتين اللتين ترد فيهما كلمة جثية، نحن قلنا كلمة جثية ترد في هاتين الآيتين في كتاب الله سبحانه وتعالى، لرأينا أن هاتين الآيتين عبارة عن مسألة كاملة في تصوير هذه القضية، وبالتالي هي كاملة في معيار معجزة العدد 19 في القرآن الكريم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية تساوي 387 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية يساوي 278 المجموع يساوي 665 ويساوي 19 ضرب 35. النص واضح وصريح وبين أن المعني هو حول جهنم جثية. هذه الحقيقة نراها في المعادلة التالية واضحة صريحة جلية وضوح الشمس وسط النهار. يعني هذا الذي نذهب إليه من تفسير هذه الآية الكريمة نراه في المعادلة التالية بشكل واضح وصريح وجلي. يقول تعالى ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية تساوي 206. أين حول جهنم؟ حضرنهم أين؟ حول جهنم جثية. ويقول تعالى وإن منكم إلا واردها تساوي 72. يعني وإن منكم إلا واردها لهذه الحالة التي هي حول جهنم جثية. ما هو المجموع لهاتين العبارتين القرآنيتين؟ المجموع هو يساوي 278. قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية تساوي بالضبط القيمة العددية لهاتين العبارتين القرآنيتين وتساوي 278. لا أعتقد أنه يوجد بيان أكبر من هذا البيان. أيضا لو نظرنا في قوله تعالى حول جهنم جثية القيمة العددية تساوي 109 وإلى قوله تعالى ونذر الظالمين فيها جثية القيمة العادية تساوي 157 المجموع 266 تساوي 16 ضرب 14. إذن حول جهنم جثية ونذر الظالمين فيها جثية، فيها يعني هذه الحالة التي هي حول جهنم جثية. كل العبارات تتكامل تتعاضد، كل المعادلات تؤكد أن من دخل النار لا يخرج من النار، وأن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية تعني الحضور إلى حالة هي حول جهنم والتي هي حالة الصراط كما بينا. هذه الحقيقة نراها في المسألة الكاملة التالية الكاملة في المعنى والدلالات وبالتالي في معيار معجزة العدد 19 في القرآن الكريم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية تساوي 488.
وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون تساوي 221، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون تساوي 336، المجموع 1045 وتساوي 19 ضرب 55. آيات كتاب الله سبحانه وتعالى واضحة صريحة جلية، لا يوجد فيها شك، لا يوجد فيها اختلاف. أحكام كتاب الله سبحانه وتعالى كما نرى متعاضدة متكاملة في تصوير الأحكام التي يحملها كتاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يبين دلالات كتابه الكريم لكل إنسان يريد النظر إلى الحقيقة. يعني كون بعضهم لا يريد الحقيقة هذا لا يمنع من أن الله سبحانه وتعالى يضع هذه الحقيقة بين يديه. لماذا؟ ليقيم الحجة على الناس. إذن من أجل إقامة الحجة على الناس دلالات كتاب الله سبحانه وتعالى واضحة صريحة بينة في متناول الجميع. والمشكلة ليست في كتاب الله سبحانه وتعالى، المشكلة فينا، المشكلة في تحويل منهج الآباء إلى صنم، إلى جدار يحول بيننا وبين دلالات كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى لا يمنعه علمه الكاشف من أن يضع الحقيقة بين أيدي الذين لا يريدون هذه الحقيقة. يعني هو يعلم بعلمه الكاشف سبحانه وتعالى أن فلانا لا يريد الحقيقة حتى لو وضعت بين يديه. علمه الكاشف بذلك لا يمنع من وضع الحقيقة بين أيدي هؤلاء. لماذا؟ لإقامة الحجة على هؤلاء. هذه المسألة كمسألة كاملة يحملها كتاب الله سبحانه وتعالى نراها مسألة كاملة في العبارات القرآنية التالية. هي ليست فقط كاملة، هي كاملة وقيمته العددية تساوي 19 ضرب القيمة العددية للقرآن الكريم. يقول تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، تساوي 283. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، تساوي 268. المجموع يساوي 551 وتساوي 16 ضرب 29، تساوي 19 ضرب 29. 29 هي القيمة العددية للقرآن الكريم، القيمة العددية للقرآن الكريم تساوي 29. أيضا نرى داخل هذه المعادلة الكاملة نرى معادلة كاملة وهي قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، تساوي 133 تساوي 16 ضرب 7. مسألة الخروج من النار أكذوبة تم افتراؤها على الله سبحانه وتعالى موافقة لأكذوبة كذبها اليهود على الله سبحانه وتعالى. مسألة الناسخ والمنسوخ لا تحمل لكتاب الله تعالى إلا النقيصة، لا تحمل لكتاب الله سبحانه وتعالى إلا التشكيك بأن أحكام كتاب الله سبحانه وتعالى متناقضة مختلفة فيما بينها. قبل أن أنهي هذه الحلقة سنبدأ في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى بقضية مهمة جدا، هي قضية السنة الشريفة. في قضية السنة الشريفة هناك متاجرة ما بعدها متاجرة. كل حكم، كل قضية يريدون إدخالها إلى منهج الله سبحانه وتعالى يأتون برواية وينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا حديث، وكل من ينكر هذا الحديث هو منكر للسنة الشريفة. طيب هذه الأحاديث أيها الناس منها ما يتناقض مع كتاب الله سبحانه وتعالى، والمعيار الحق هو أن توضع هذه الروايات في ميزان كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلت بهم الجرأة إلى اتهام كتاب الله سبحانه وتعالى بالنقص، وإلى أن قالوا الروايات، يعني هم يسمونها السنة، أتت بما لم يأتي به كتاب الله سبحانه وتعالى. وراحوا يعرضون بعض القضايا كجمع المرأة مع عمتها وخالتها وتحريم أحلت لنا ميتتان ودمان والكبد والطحال وإلى آخره. هذه القضايا سنتعرض إليها بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة وما يتبعها من حلقات، لنبين للناس أن كتاب الله سبحانه وتعالى ليس ناقصا. يعني عندما يقول سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء،
الله سبحانه وتعالى صادق. بالتأكيد كتاب الله سبحانه وتعالى هو تبيان لكل شيء، وبالتالي هو تبيان لكل هذه القضايا التي زعموا أن الأحاديث أتت بها وأنه لا وجود لها في كتاب الله سبحانه وتعالى. سنبين أن وظيفة السنة الشريفة هي تفصيل وتبيين كليات الأحكام التي يحملها كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس وليس لتكمل، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن وظيفة السنة الشريفة هي تفصيل كليات النص القرآني، لكن هذه الأحكام التي يتم تفصيلها هي بالأصل موجودة في أعماق هذا النص القرآني. النص القرآني ليس ناقصا كما يؤكد جل وعلا. سنتعرض إلى هذه القضية، سنتعرض إلى قضية مهمة جدا، هي استخراج عدد ركعات كل فريضة من فرائض الصلاة من النص القرآني ذاته. يعني هم ماذا يقولون؟ يقولون لولا هذه الروايات، هم يقولون لولا السنة، كيف سنصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات إلى آخره؟ أولا، شعائر العبادات لم نأخذها من خلال الروايات، لا عند السنة ولا عند الشيعة إطلاقا. أتتنا حياة تعبدية أبا عن جد كما هو النص القرآني، هذا أولا. ثانيا، هذه القضايا نعم موجودة في القرآن الكريم، هي موجودة في النص القرآني، ولكن استخراجها من النص القرآني يحتاج إلى الغوص في أعماق هذا النص القرآني وفق أدوات بحث مستمرة. يعني نحن لم نصلي الظهر 4 ركعات لا من البخاري مسلم ولا من الكافي عند الشيعة، نحن أخذناها حياة تعبدية أبا عن جد. سنبين هذه القضايا في الحلقات القادمة، وسنبين لكل الناس أن المعيار الصحيح السليم لمعرفة الرواية، لمعرفة الروايات التي بين أيدينا من أقصى السنة إلى أقصى الشيعة، هو أن توضع في ميزان النص القرآني. وأنا أقول كلامنا هذا لا يعني انتصارا لمذهب على حساب مذهب، الروايات عند الشيعة أبشع منها وبكثير عند السنة. كلامنا هذا لا علاقة له لا بالمذهبية ولا بالطائفية ولا بفلان ولا بعلان، كلامنا هذا هو لتنقية الموروث الذي بين أيدينا على معيار كتاب الله سبحانه وتعالى انتصارا للسنة الشريفة والحق الذي يحمله كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن في الحلقة القادمة سنبدأ بهذه القضية المهمة، وسنقف عند قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سنبين للناس كيف أن النص القرآني لا ينقسم إلى قسمين، إلى محكم ومتشابه كما قالوا في الموروث، ولا ينقسم إلى 3 أقسام كما قال بعضهم. سنبين أن النص القرآني بكليته محكم وبكليته يحمل العمق المتشابه. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أترككم برحمة الله تعالى وعنايته، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.